بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته المنتجبين وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي بام هاتسكا سبحانه وتعالى نغدى يا مسلمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. انت كذب وحن إن شاء الله تعالى ما انت كلمة ذي نسكوبا أيقو صاب سنتهي أو نسوق اللي لايف كا أما سيدة توسكا إن أنك هذا اللو حادثو أما أهرين بعضي محوها لحذن إيو كو ذي هجردي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني مركي اللي قجوغو أهرين بعضي أهرين تاسو حقيقة آذيات أحنون بدن أهرين تاسو حقيقة آذيات أنحذن إيو مروق بدن أهرين تاسو حقيقة راد كيدي تأثير كيدو إلا إيا حد مسلمين تا وسيابة فربدن أو كل الدول أسامي أنا مشاكل فربضان يدبات فربضان أسو جيدي أيان سكو المانتا أتل مامينا إن شاء الله تعالى أرنتا سوحيدتكو أدو يقانين أو أيتهي واقعة كربلاء محوها ميشا لده هذا كربلاء إنك استوء الغياب وميشا أرنتو كرد عضي بقل كيبا سقاشا إني يسل ميشا مانتا لو يقان كربلاء هين لكن واقعة كربلاء بكو عام بحضي ويعان كل نقطي وميلا وحسوق اللقول لايي قيسك النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن بدن أو كمذا هي أتباع فربدن أو قيسك النبي عمل لقول لا يي ويان وعمل تقريبا تضبات يلا بقف لقول جورعي ويان أما لقول دلي كدي من مركي للدلي أنت هذا بدن أنت هذا بدنيد ماذا حوذي لقوي أو أنت لقوسي ماذا حوذي كدي من نمان كاوح لا يي نمان كصادر صدي أي هدية أو جيان أردت أن سأسكوا من أطل مامينا بإذن الله تعالى وحامرك أردته قان كذا أها إمام حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيا وحوها هقان كذا أرنتاس إيادا مركا كلمة ذا نوحانو قابلنا صدح قيبوض أو كوب كوبان إن شاء الله تعالى مرقا يرين إنه قيبت كوباد وحوية يوها حسين بن علي بن أبي طالب أما إمام الحسين رضي الله عنه يوها أما محوها سكوبان قيبت اللبان نوحان كهالينا محو دوني إمام حسين مالين كاس محوها يدا محو دوني يدا لسكومان وقه اللينا قيب تصد حادة وقد بيسانا وحيرت المامي دونا إن شاء الله تعالى إنك إيا وحي إنك لقد بون مروى بالظلم إيا الظالمين تدي دادو أيان سكومان أتل مامي دونا بإذن الله تعالى مركا حسين بن علي بن أبي طالب وحار علي بن أبي طالب وأنقرنا إن مكان ديسة إيا درجة ديسة وكلها إسلام كي مسلمين تلحدوا هذا وحكروا هذا شيء قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة الزهراء سيدة النساء أهل الجنة أيها هذا شيء محوها ويلكاس أيضا أساقا وحاولك أوه أو سوكري ونبتي سكو سوكري رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رسول الإسلام رسول البشرية رسول الرحمة رسولك مسلمين رسولك بشرية دي يكون كنوردن رسولك النحريست إلهي وكتل المام سبحانه وتعالى وما رسلناك إلا رحمة للعالمين رسولك أسا نبئي ويلكا أما إمام حسين بن علي بن أبي طالب أوه أو سبدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرآن كمر كان فيرنا وحن أركينا آيات كوحه سجوني أوت المامية شرفت إياه وناجا قيس كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم آياتها وحكم إذا آية التطهير آيات اللي يراه وإله سبحانه وتعالى تسوى ذي وقلاشين أكيري إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وأنا يري سبحانه وتعالى مسلمينتو وحي هشيز كويهن محوها كلا الفريقين كوحوهو ذا كلا الدول أما قارهان ولي بسنة ذي الشيعة لدات كاس لبدا كوحوهو ذا وحي هشيز كويهن تدهير كدات كاس للشيغيو إن أيهن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم فاطمة علي يا حسن يا حسين شن تاقف إن أيهن إيو وحمرنه كمجرو أما وحالا قدر الإرادة أما يالا قدر لكن شن تاسو إن تدهير كأسلو يهن إذا اسكم الديدنا مركا شن تقف على الظهري متكمدة ويا حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عليه وعلى أمه وعلى أبيه وعلى جده الصلاة والسلام ننكاس ويا حسين بن علي بن أبي طالب حكى مركا في رسو محوها آية المباهلة آية اللي يراهده يدنا ذاتك مباهلة أو كقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيو كمديها حسين بن علي مركا ودرجك لي مكانك وكتسينيسا
oo markii nimankii najaara muxuu ahaa la oran jiray nimankii kristanka haya carbeed ay u yimaadeen nabiga sallallahu calayhi wasalam, kadibna iyagu ay weliba dalbadeen oo yidhaahdeen aan ishabaarno, keeni xaqa si loo ogaado ee dadkaaga soo kaxayso, qof waliba dadkiisa soo kaxaysto. Nabigu markaa nabiga ay kusoo degtay muxuu ahaa nadcuu abnaa'ana wa abnaa'akum wanisaa'ana wanisaa'akum wa anfusana wa anfusakum thuma nabtahil. Aayaddaas markay nabiga kusoo degtay sallallahu calayhi wasalam oo loo bixiyay aayatu libtihaal, waa aayaddii ama ishabaarka ama muxuu ahaa ahayd qofka xaqa ku taagan si loo ogaado. Marka nabigu wuxuu u yeeray sallallahu calayhi wasalam muxuu ahaa oo laga bilaabay nadcuu abnaa'ana wa abnaa'akum, marka nabigu wuxuu u yeeray alxasana walxuseyn ayuu nabigu u yeeray sallallahu calayhi wa alihi wasalam. Waxaa ku xigay wanisaa'ana wa nisaa'akum, nabigu xaasaskiisii kale uma yeerin, wuxuu u yeeray gabadhiishii faatimati zahra calayha assalaam calayha wa calaa abiiha assalaam ayuu nabigu u yeeray sallallahu calayhi wasalam, oo booskii dumarkana iyada ayaa buuxisay. Markii la yidhi wa anfusana wa anfusakum, nabigu wuxuu u yeeray naftiisa iyo caliya bnu abi daalib radiallaahu canhu ayuu nabigu u yeeray sallallahu calayhi wa alihi wasalam. Halka iyaduna waxay ku tusin sharaf kale iyo qiimo kale ayay ku tusinaysaa iyaduna, oo uur uu leeyahay imaam alxuseyn radiallaahu canhu ayay ku tusinaysaa iyo qofka uu yahay imaam alxuseyn haddana waxa uu yahay. Markaan fiirino aayadda la yidhaahda aayat almawadda, dadkaa mawadada uu alla subxaanahu watacaala uu ku sheegay nebigiisa inuu ka dalbado muslimiinta ayuu kow ka noqonayaa, oo waa ka nabiga lagu yidhi waxaa tidhaahdaa qul laa as'alukum calayhi ajran ila almawaddata fi lqurba ila almawaddata fi lqurba ila almawaddata fi lqurba. Sidaa dha nebi muxamedow sala allahu calayhi waalihi wasalam, risaaladan aan idin soo gaadhsiiyey, bini aadminimadan aan idin soo gaadhsiiyey, karaamada iyo sharafta aan idiin yeelayo, insaanka qiimaha leh idinka dhigay, wax kale oo wax idinkaga rabaa ma jiro ilaa inaad qaraabadayda ay jeclaataan, qaraabadayda ay ixtiraamtaan, qaraabadayda ay xiriirisaan, qaraabadayda ay qadarisaan. Sidaa muyo wax kaloo idinka doonayo ma laha, ayuu yihi nabigu sallallahu calayhi wa aalihi wasalam. Qaraabadaa nabigu uu codsanayo in loo xiriiriyo, in loo jeclaado, in loo qadariyo, in loo garab istaago, nabigu uu codsanayo sallallahu calayhi wasalam, waxaa ugu horeeya alxuseyn ibni caliya bnu abi daalib radiallaahu canhu ayaa ugu horeeya marka oo qeyb ka noqonaya. Marka haddana xuseyn waa qofkaas weeyaan, qofkaas weeyaan. Waxaa kaleeto markaad fiiriso haddana aayatu salli, aayadda salliga markaad fiiriso, ilaahay uu soo dejiyey subxaanahu watacaala ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima. ee nabigu uu ina baray sallallahu calayhi wa aalihi wasalama allahuma salli calaa muxamedin wa aali muxamed, aalkaa muxamed ee la sheegayo shaki kuma jiro inay ku jiraan faatimatu caliyun alxasan walxuseyn radiallaahu canhum jamiican inay ku jiraan. Marka aalka aan ku sallinayno, salaad walba aan tukanno, ee aan leenahay allahuma salli calaa muxamedin wa calaa aali muxamed kama sallayta calaa ibraahiima wa calaa aali ibraahiim wabaarik calaa muxamedin wacalaa aali muxamed kama baarakta calaa ibraahiima wacalaa aali ibraahim aan leenahay, waxaa lafdhabar ka ah xuseyn ibnu caliya bnu abi daalib radiallaahu canhu waardaa. Marka xuseyn waa qofka qiimaha ay risaaladeennu siisay weeyaan. Axaadiista nabiga markaan cabirno wax fara badan weeye, iyo riwaayaadka iyo marwiyaadka tilmaamaya xuseyn iyo makaanadiisa iyo guud ahaan qoyska nabiga sallallahu calayhi wasalama, makaanadoodu aad bay u fara badan tahay, aad iyo aad baynan muxuu aan loo soo koobi karin. waxaase inagaga filan axaadiis kooxahoo si gooniya uu nabigu u tilmaamayo oo uu leeyahay ana silmun liman saalama wa xarbun liman xaarab, ani waxaan nabad la ahay qofkii iyaga la nabda nabad baan la ahay, qofkii iyaga la dagaalamana dagaal baan la gelayaa aniguna, uu yihi nabigu sallallahu calayhi wasalam. waxaad moodaa nabigu inuu ogaa, wuuna ogaa, waa loo sii sheegay sida ay riwaayadani tilmaamayso in lalayn doono, weliba uu usii sheegay in qoyskiisa inay quraysh layn doonto, inay quraysh xumayn doonto, inay quraysh dhibaato u geysan doonto, ayuu nabigu ogaa. markaasuu haddana intaa inooga sii digaya ana silmun liman saalam wa xarbun liman xaarab,
inu nabigu yiri sallallahu alayhi wa alihi wasallam waxa kaleeto oo guud ahaan uu nabigu inoo dardaarmay oo uu leeyahay waxaan idiin dardaarmayaa kitaab allahi wacidrati ahla bayti kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala ku dhaqankiisa iyo qabsashadiisa iyo cutradayda qaraabadayda xidhiirinteeda iyo ixtiraamkeeda iyo dabagalkeeda iyo daba socodkeeda yaan idiin dardaarmayaa bacd riwaayaad oo saxiixa waxay qoraysaa inuu nabigu ku yidhi sallallahu calayhi waalihi wasalama lan yaftariqa xataa yarida calaya alxawd kitaabka qur-aanka iyo aniga duriyadaydu ama qoyskaygu ma kala tegayaan ilaa ay soo dhintaan oo darka yimaadaan marka guud ahaan qoyskaa nabiga qiimaha leh ayuu imaam xuseyn uu ka mid yahay si goori ah riwaayaad fara badan baa u tilmaamaysa imaam xuseyn oo tilmaamaysa nabiga sallallahu calayhi waalihi wasalama inuu yidhi ilaahayow xuseen waan jeclahay jeclow ilaahayow muxuu ahaa ee qofkii nacnac oo kaleeto riwaayaad sidaasa nabiga in laga wariyey sallallahu calayhi wasalam riwaayaad kaleeto waxaa laga wariyey xuseen oo oynaya nabigu inuu soo maray gurigii faatima agtiisa markaasuu oohintii iska xajin waayay nabigu sallallahu calayhi wasalam markaasuu kusoo leexday faatima markaasaa wuxuu ku yidhi ma xamili kara xuseen oohintiisa ayuu yidhi nabigu sallallahu calayhi wasalam qofkaas weeye xuseen waxaa kaleeto oo in fara badan muxuu ahaa ay tilmaamaysaa axaadiistu nabiga sallallahu calayhi wasalam intay xasan iyo xuseen u yimaadaan isagoo weliba rukucsan ama sujuudsan oo dhabarka ka fuulaan inuu nabigu sujuudda aada u dheereynayo nabigu sallallahu calayhi wasalam kadibna marka iskood uga degaan intuu soo tooso salaada dhammaysto inuu nabigu oran jiray nicma aljamalu jamalukuma wa nicma alcidlaani antuma inuu sidaa nabigu oran jiray sallallahu calayhi waalihi wasalama yacni maaragtay awr aada ku boodboodaan ood fuushaan waxa ugu khayr badan awrkiina nabigu isagaa markaa iska wada sallallahu calayhi wasalam kuwa igu cayaara oo i fulfuulo oo korka iyo dhabarka iyana idinka ayaa ugu fiican ayuu nabigu oran jiray sallallahu calayhi waalihi wasalam waxa ay kutuba taariikhda iyo riwaayaadku soo warinayaan nabiga isagoo masaajidka jooga oo weliba khudba jumca akhrinaya in nabiga sallallahu calayhi waalihi wasalama ay xasan iyo xuseen oo khamiisay ka dhaadheer qaba oo muxuu kufkufaya ay u yimaadeen markaasuu nabigu tu khudbadii gooyey oo membarkii uu ka soo degay ayuu nabigu labadoodii xambaaray muslimiintii hortooda markaasu waliba wuxuu yidhi ilaahay waan jeclahay jeclow ayuu yidhi nabigu sallallahu calayhi waalihi wasalam marka guud ahaan marka xuseen waa qofkaas weeye kusoo barbaaray oo ku soo koray caliya bnu abi daalib iyo faatimata zahraa iyo nabi iyo muxamed ibni cabdillaah rasuulullaahi dhexdooda ku soo barbaaray weeyaan waa qof marka akhlaaqdiisii lasoo hufay lasoo ilaaliyey dadkaa tadhiirka alla uu ku sheegayna soo galayay weeyaan waa qof muxuu ahaa usrat annubuwa usrat arisaala bayt annubuwa kusoo koray weeyaan xuseen ibnu caliya bnu abi taalib marka qofkaasuu ahaa xuseen iyada oo kooban yacni wax fara badan baa laga sheegi karaa laakiin qofkaasuu ahaa waxaase la yaab leh 61 sano uu keliya markii laga joogo hijradii awowgiis hijradii nebi maxamed sallallahu calayhi waalihi wasalama in isaga iyo 72 qof oo taqriiban 22 ka mid uhu ay qoyskii nebi maxamed yihiin in lagu gumaaday karbala oo lagu laayay karbala xaqiiqatan waa wax la yaab la weeyaan dadkaa dilaya ee laynaya ee genocide-ka ku samaynaya ee weliba gowracaya madaxooda goynayana waa kuwo kaloo shahaadanaya weeye waa ummata muxamed kama hum yaquuluun sida ay leeyihiin waxaan nahay bay leeyihiin ummaddii nebi maxamed sallallahu calayhi waalihi wasalam xaqiiqatan marka wax la isweydiiyo waad yaad la isu weydiiyo weeyaan waxay marka isweydiintu tahay imaam xuseyn radiallahu canhu calayhi salaam markaa uu baxayo ee uu ka baxayo maka iyo madiine iyo uu halkaa aadayo muxuu doonayay waa qiso dheer oo fara badan weeye oo tafaasiil fara badan leh kutubta taariikhda ayo ha loogu noqdo iyo kutub fara badan oo imaam xuseyn gooni wax uga qartay oon qeyb ka mid a idin la wadaagi doono laakiin wuxuu xuseen doonaya calayhi salaam isaga ama radia allahu canhu isagaa inoo tilmaamaya isagaa inoo sheegaya wuxuu doonayay wadcigii markaa jirayna wadci muta'azim ah oy umma muslima si gaar ahaan jaanibka siyaasiga laga inxiraafay manhajkii nubuwada iyo khilaafa raashida oo malig cuduud ah oo aan qofna u naxariisanaynin qofna ixtiraamaynin qofna qadarinaynin iyo daa'ifo yaroo ku xeersan iyo wadaado isaga muxuu uu ku shaqaysto ayaa ummadda markaa hoggaanka u hayay waxa hoggaanka u hayay
نمن ستوسا مركو غو هريسه في تاريخ الامه المسلمه ستوسا وولي بقى انقب بشر هين محو اها خمر عبك يا فسق يا لينت يا دعه يا بوبك يا كفسق ان عندنا ان وحشونين يا امده حكوميه هشي سفر بدل او لقال يا لقى بحي او اي كسو بلابتي وقت امام حسن او لقى هشيسك معاويه او اهيد ان بهاش دب لوغو سو عليو مسلمين تو مركا مسلمين تو غانكا كغارا وخي ودن با لقى بحي ارتا مركو اركي مركا امام حسين وحو غوستي ان او موقف انساني موقف ضمير أرن ضمير يدد نماء أرن إسلام نماء أرن رسالة إلهي يستاق جيدة إنو سميه الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله إنو سميه اتكال أوقع عبسنين ديجي سهتاقو ديجي عرورتي سهتاقتو ديجي قرابدي سهتاقتو إنو يراهدو لا للذل والهوان نرد للنماء إن الله هوانة هي حقرات هي أدونسي أقبل ما إنه سداس إنه يراهذو دور كلمة أو إسوع أو يري يا دور كلمة ويدك كان يراهذو أنا أقول حدونا يا يندل إسحاقي نامرك إن شاء الله تعالى إمام حسين إسحاق لفتي إذا يا مرك أقول حدي إسوع أنت على تلمامة يا سدا إسوع وريسي كثير من كتب التاريخ كتب التاريخ نمد هي اللبو هي صدح هي أفر هي شن هي اللي حكبه ده مسوي إسوع وريسي وحولي وإني لم أخرج أشرا ولا بدرا ولا مفسدا ولا ظالما أنا وما صابح إن أنا هقف شر دوني أما سلوين إيه كبر قف دوني قف أصعد إنه وحفظ هذه وما صابح قف إنه أمد الظلمية دوني وما صابح وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأصير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب ساسوري وحنو صوبحي إن عندك ونا قفرو حمانت أنا كريبو وحنو صوبحي إن أنكو سعدو سيرة أووغي أو نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن ظلم إيو لالوش إيو محوة حق در إيو بن آدم الأدون صدا إيو دينتو اللغو تنتأي أمدل أقلين يا نو صوبحي إن أنكو سعدو إيه وددي آبهي علي بن أبي طالب قفك أقبلا بقبول الحق فالله أولى بالحق قفك أرنت أيه أقبلا أو حقه إلهي بأقوم مذن وحق لوي يلو والله أطيعه والله راعه ومن رد علي أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم وهو خير الحاكمين الله أكبر حولي قفك أرنت أديدا وان صبريا أو ددنا كتاجنانا يا أو أن كسرعنا يا إلى نكره حكمه إلى هاي سبحانه وتعالى أنا يا إيو قوم كان ظلمي يا حق درضة يا أدونس يا أسرع ذا إلى الله نكره حكمه سبحانه وتعالى وراغد أقرأ غير بصرة أما نوكي بصرة دجنا واجس وحكويني وقد بعثت رسولي إليكم بهذا الكتاب وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة النبي فإن السنة أميتت والبدعة قد أحيت فإن تسمعوا قولي أهدكم إلى سبيل الرشاد وحول وحن إذن لا صادر إذن كان قفك أنا وكيلك إذن كأها وراغ ويد أراد يعني وحن أسهل لي وراغضا وحن إذن كي يريا كتابك إلهي هي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة هي الدين كي شريعات والد لي ووحد لي وحوها يزيد بن معاوية يرابن وما يدرب أنت أي حكوميان ويد لي بدعادي يحق دردين ولا النولي حداد وركيغا مقشان وحان إذن كهانونين أو إذن كهين ودادا حقاه يودادا واناكسن تيو أقري هيركو فوحو كيري فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب والأخذ بالقسط والدائن بالحق والحاسب نفسه على ذات الله والسلام ساسو كيري وحو كيري إلهي بان كرارتي قفك أمده قامين يا إمامك أمها وحكالي وامد كتابك ألا كرق ميا أودتك عدالة السمين يا وأن أكتهين عدالة الدين تين ماشي كجوكتو أو لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط
ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس بالقسط. يعني وحلو سود الجيي كتبته وحلو صدري خصوصا إن عدالة هي قسط لا لا تاجو هي الله صدري. وأقصد إن الله يحب المقسطين، تده عدالة سمية إلهي تك عدالة سمية جعليها. اعدله هو أقرب للتقوى. مرك عدالة دو وحكو تاجن السماوات والأرض هي كو تاجن. مرك عدالة داس والأخذ بالقسط عدالة إنه قفكو كصعده ويا أمده جامية والدائن بالحق يقف حقه وجرجارية حق محوها إنه النقض يولي بأنت الله سياب كله والحابس نفسه على ذات الله قفك محو أمده جامنية وأنه نفتي سكوحة كمية إلهي دين تيس سبحانه وتعالى وأنه كوحة كمية كلمات كاس يا كلمات كروف ربضن يا إمام حسين ودوني وحدوني ومدن إنه أسوع عليه مصير كذي يودد هذي وحدوني ومدن لوجه هذي لوجه ذي فرعونية ما قاعد دينه وضطه أوقف حاكم كه أرنيه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد أنا وحن أركم ويانه وحكلو صحة مجله إنه دب أسوع عليه ومدن دب أسوع عليه وأمر مشورة بينهم قف حاكم كأنه نقض الأجير قف ذاتك الشقية وصرنا قن قف ذاتك عدون صلاة وحاودوني حوله أمدة إلى النقضان وح أمد لا ذهب وأمد محوها أيودوني وحودوني خسالة إلهي عدالة إيو نحريس إيو محوها إنسان كله كرامة إيو حرية دي سؤال إلهي قيم كيس ولا قدر إيو نبت قليه أمد الأولان ولا هذا أيودوني وحدوني محوها سيدي أي أول إمام علي رضي الله عنه أو أهيد إنسانك إما أن يكون أخا لك في الدين وأخا لك في الإنسانية قفك بين هذا مكواء الله من صدح المجره إن الدينك ولا الكوية أو إسك الدين تين إيا إنو إنسانية ولا الكوية سيدي سودوني ساسور ربي وحدوني رسالة إلهي سبحانه وتعالى أي أهيد محوها إن أكرمكم عند الله أتقاكم إنه دب قسوع لي أمده سداس ودوني إمام حسين رضي الله عنه أنت إنه سدا دوني سو سداس يري لكن ده يوفر بدل أو كلا والتاريخ الإسلامي وحكى قري يا حتى هو أن المسلمين أهين والتاريخ إمام حسين تاريخ ليس آخرين أي سداس يقول السدبة ويري كلمات كأن دونيو إن سوقاته وحايري سجنا نكلا إلى خالد محمد خالد كتاب كيس أوبحية محوها كربلاء يا وحو كل ياهي كلمات الله يابله أيو كل ياه وحكم إذا مركا كلمات كاس وحوري من الصعب أن نجد في تاريخ البشرية كله يوما كذلك اليوم الفريد والمجيد وحات كان يس تاريخ ذا محوها بشر كما كان صافير إنه مال اللمدة مالك كربلاء أو كليت إن أنا هلا أيات كانيسة وأبدالا كأولئك الأبدال الشاهقين والباهرين إن أنا هلا جيسيال مالك كاسو كلي وعذرها أيدجان ذات كي كوبنا إمام حسين وهو جاميني ذات كاسو كلا إن أنا هلا أيات كانيسة وحور إذا لم يكن الأمر في ذلك اليوم أمر شهداء برزوا لمناياهم في استئسار وغبضة ولا أمر جيش خرج لجيش مثله فأبلى وأحسن البلاء إنما الأمر الذي شغل الدنيا في يوم كربلاء هو أنه اليوم الذي تجلت فيه قداسة الحق وشرف التضحية على نحو متميز وفريد وحول مالكاس ومالك أيس الصحة الصوبة هذي حقه هي قداسة الظهارة أولية هاي نظافة أولية هاي حب ندى حقه مركو قفكو حقه كتاقين هاي هي التضحية ده وقفكو التضحية هي أما أهر النفتي سئي أهل كي سئيو وأهره مبادئ ده أهرميسية قيمها إليه ده هاي مركا خالد محمد خالد هالكا وحو كقري إمام حسين إنو حق كتاقنا حقنا الرادينه وناقنا الدونه وحوري مركا ساقو سيوة ده وصحيح أن تاريخ الإسلامي مترع بالمشاهد الزاخرة بقداسة الحق وشرف التضحية وحقيقة تاريخ الإسلام كما كسر لوفيريو مشاهد وين أو
qadaasadu ay xaqu si fiican u soo muuqday, nafrid badan ay soo dhacday in laga helayo waa xaqiiqa. أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وفيما تلا عصره الرائد العظيم من عهود وعصور وحول مالمه رسولك ورسول الله محمد وحسين بن علي أووغي وي إيو مالمه كدب يسر رسولك نلوشي صلى الله عليه وآله وسلم بيد أن يوم كربلاء تبقى له سمته المجيدة ومزيته الفريدة لكن مالك كربلاء مالك كان للاي تضباطني اللوقف وقوري اللواتن اي كم ديهين قويس كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم مالن كا إساقاهو ومالن وحوري قيمة قوني عليه تأثير إيا سامين قوني عليه ويان فالقضية الجليلة وحدي يريد تضباطن اللبادة قفهي اي واجه هذي اي كهر تكتي أفر كن او عيدنا وهو قامين ايو ابن زياد وهو عبيد الله ابن زياد وصادر صدي لكن عمر المساعد رجل ماذا إياه قامني أردت يدعه إياه وحولي إياه حنون كيف راح بدناء الرابتي اللي ياب كلها إياه وحي تهيبوري يوح كده جيا فريد في تاريخ الآلام والبطولات وفي تاريخ التضحية والمجد وفي تاريخ المآساة والعدمة وفي تاريخ الحق الذي شهد في ذلك اليوم مرك أجدان الصعدة وحوية إن إمام حسين رضي الله عنه عليه وعلى أبيه وعلى أمه وعلى جده السلام إن أها حق تاجنا وناد دوني وحوي خالد محمد خالد كتاب كيسة كربلاء وبحي أي ساق وعدي صدق كله وحصد أسوق كله وعدي يا سجنا عملاقة لياب كله أديب عباس محمود عقاد كتاب كيسة وبحي أبو الشهداء الحسين بن علي محاجرة حسين بن علي يسيب شهيدي ولش يسيب شهيدي كوا ابتقوا وهابا شهيدي كوا أدركوا وهابا شهيدي لما أنه وحيو الشهيدين أولود لي في الإسلام ونصرة الحق والمظلومين إسلامك يقلوا قرقار كوا لقى قردرين هاي أيو الشهيدين إذن وحوري فانتصر الحسين بأشرف ما في النفس الإنسانية من غيرة على الحق وكراهة للنفاق والمداراة ساسوري حسين وحكو قوليستي نفت بين آدم كتادي وقيمها بدنا عيلا هاي حق الله دم قضاء الله غيره دو. نفاق يا منافقين تو الله نعوء لديدو لغي سمركا كي كسهور جيدي وحلو انتصر يزيد بأرذل ما في النفس الإنسانية يزيدنا وحكو قوليستي وحكو قوليستي نف بين آدم حمانت وقبضنا ذا كجرتي الخصة والردالة خصة يأردال نمو ماش وقوح حمايت يكو قوليستي بولي إساقون مركا هلكا وحكم وقتا إمام حسين رضي الله عنه وحقو دوني واسداس ويان واسداس ويان مالكاس أيضا أمركا مركي أردت أي سدا أهين وإمام حسين ولا جيس عن صوت المانة والحدوني أنا عن صوت المانة مالك أمريكا حيكون بيجند وحي لعدي لحدني يكون مركي اللي جد جوك جريد النبي صلى الله عليه وسلم بش محرم إذا كله يقانو مالك كذا طبنات يا فعل كلا فولي أول اللاية وحاولتك كي يبين إسوي دينيا وحشني ماذا إن حارس درادة أخلاق حمضة أناني يدا ذلك مالك دلي إمام حسين يدولد دي ملكة جرتي أو صادرتي أيها إيهو قان كيدي ملكة حقيقة أهان وما أصدر ليابله وغريبة ويا مالك ملكة سيوى حب دعان كتبت إنفر بضامي كهذا الشيء أنيقى ملكة أدسوسي لبي ما يهدى لكن وحان ربنا إلا نقول أنه مكان هذا قف كان إيادت كان للاي وجنس الحقيقة وجنس هاي الويا وحسوق إيو إسكد يدبر قيم وي وحال ياب له سيد النبي قولها مكا لا إله إلا الله أيو الحسين مالك وحقولها لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحسين مالك وقولها محوها حقه هي قرب استاجيسه
dadkii markaa Xuseen Maalik aan la joogeyna waxay muujiyeen buduulo naadira waxa la yaab leh marka si degdeg ah u dul marno dadka qaar ba oranaya taariikhdana way dulbado gadaal baan ka tilmaami doonaa Xuseen wuxuu doonayay boqortooyo iyo mulki haduu doonayay si kale u dhigi lahaa wax laakiin waxaa la hubaa inuusan doonaynin bal kutubu taariikh sunnata wa shiica kutubu sun ahadiis sunnata wa shiica intuba waxay isku waafaqsan yihiin warinayaan inuu Xuseen ogaa in lagu dili doono meesha waxaa jira marnaba keenayso 72 qof 4,000 oo ciidana in iska celin karaan marnaba keenayso bal ahadiis loo sii sheegay in meesha uu ku dhiman doono haddii aad ahadiistaas la ogolaado ayaa ka buuxda kutubta marka wuu ogaa Imaam Xuseen wuxuu dadkii ansaartiisa ahaa qaybo badan ku yiri haddaad ii soo raacay aan mulki doonayo mulki ma helayo iska kala tag habeenkii ugu dambeysay oo ku beegan hadda markaan maanta hadlayna caawo kale ku beegan ayaa wuxuu isugu yeeray dadka intii ku soo hadhay oo ragga 72 ah wuxuu ku yiri hadda waa habeen waa mugdi qofkii maanta markaa la hadlay maalinimada xishoonayay hadduu iga dhaqaaqo iga tago in dadku arkaan oo ceeb ka cararayayo hadda waa habeen cid kuma jeedo niman kalena aniga unbay i doonayaa habeennimada mugdiga iska guureeya oo iska taga markaasay diideen way diideen waxay ku yidhaahdeen wamaada naquulu gadan lilaahi subxaanahu watacaala ilaahay maxaan ku oranaynaa berrito markaan la kulanno oo waxaan dhahaynaa taragnan Xuseena waxda Xuseen baan keligii ka soo tagnay basaasaan dhahaynaa ma dhihi karna sidaa allahu akbar intaa markuu yidhi wuxuu isugu yaaray intii dadkii la joogay reer banu haashim oo intii la joogtay isaga markaas oo see tilmaamaysa riwaayaadku 22 ku dhadhawa ayuu isugu yaaray markaas suuri nimanka aniga uma i doonayaan iska taga orday oo markaasay ku yidhaahdeen la makaa tagayno buduulada dhacday iyo waxyaabaha la yaab karo waa gariib maalinka iyaga ah 72 waxay sameeyeen gabdhihii maalinka jooga waxay sameeyeen wuxuu wax la yaab leh oo cajiib ah xaqiiqatan marka unaas dhuhu lillahi ilaahi tadhiya u sameeyay nafurid in ay difaacaan oo ay hazza ku sameeyaan ruuxid ay ku sameeyaan ummada lagu rido maqnaadiista ee la seexiyay ee dhulmiga aan ka damqanaynin ee dhulmiga aan ka gubanaynin inay hazza ku ridaan ayay ahayd wayna sameeyeen xaqiiqatan waxaan hadda marka tilmaamaynaa dhowrka qof oo muslim iyo qadaa muslimiin ahaan isugu jirta oo arinta Karbala iyo Xuseen wax ka tiri si aan u ogaano xaqiiqada qofkan ninka la yiraahdo Abbas Cali Al-Musawi kitaabkiisa uu u bixiyay دروس من ثورة الحسين أقوال لياب لا يكوز لكن أرغان هذا الربوات وحوري أرغو سوودي سوودي والأشخاص أحوري إن ثورة الحسين عليه السلام وإن وقعت في العاشرة من المحرم عام 61 وإن جرت أحداثها على ثرى كربلاء وإن قام بها الحسين وأهل بيته وصحبه فإنها غدت بعد ذلك المكان والزمان والأشخاص خمزا ينطلق منه كل من أراد الحياة العزيزة والدفاع عن المستضعفين والمضطهدين غدت المثل الأعلى لكل ثائر يرشد الحرية ويطلب الحق ساسوري حوري كعضونك حسين أسمعي هذا على سنة بشا محرم طبعا كذا أما الزكاة طبعا كذا sanadkii 62 hijrada nabiga sallallahu alayhi wa sallam ha dhacdo arintaas dhacdadeedu karbala ka dhacdo imaam xuseen iyo ehelkiisi iyo qoyskii nabiga iyo dadkii isaga la socday arintaas ha sameeyaan laakiin arintaasu waxay tahay buuri waa calaamad iyo halku dhag cid walba oo doonaysa inay noolaato nolol sharaf leh cid walba ay doonaysa inay difaacdo dadka laga tabar la dulminayo dadka la daciifsanayo cid walba oo doonaysa inay difaacdo ayaa u tahay wada calaamad halku dhag waxa weeye qof kasta oo xurriyad raadinaya
حق إنه طلبنا دونية أي أتهابوا أو إمام حسين إيو على البيت كي سيمان كان اللاي يا ذاك لسع لأويهن خمزي علامة نكلا محمد تقي باقر كتاب كيس أوبحي الإمام الحسين استراتيجية الموقف سنو حليه الحسين علم الأجيال كيف يواجه الحق ويجابه الظلم ورسم معالم لبناء المدينة الفاضلة بوضوح وحوري إمام حسين وحودت كبريب وري أجياش صوصعته generation after generation جيل after جيل كوح بكوح تقدم بيسوح وبري سدى أي حق أواجه يعني حق أي أغن ولانا يعني سدى أي ظلم أغهر تغيان سدى أي ظلم أغهر تغيان أيو بري نكال إلى لبيب محو بيضون كتاب كيس أوبحي خطب الإمام الحسين على طريق الشهادة سنوح ليه إن دروس الحسين دروس عميقة بالغة الأثر والتأثير تعلمنا إضافة لدروس التضحية والبطولة والفداء أن ننظر إلى الأمور نظرة بعيدة مديدة عميقة محيطة مترامية فيكون جهادنا وفداؤنا قربانا للأجيال المتحدرة والأحقاب المتلاحقة حول إمام حسين دروس تقول نباري وحوية دروس آد وحال ديربو نباري وعجيبة أيو نباري وحول نباري بولي أرنتي كساب سنة نفرد إيا تضحيادة جيس النمادة إيا حق وإسوتاقة إيا الظلم أو كهرتاقة كسكو وحول نباري إن ملفق وحلقة فيريو waxay oran jirtay Soomaalidu ninka aan waxa jooga garanin waxa soo socda ma garto marka Imaam Hussein wixii marka joogeyna uu gartay oo uu fahmay waxa soo socdana uu garanay hadii ummadu ay u kici waydo in ay ku dambeynayso masir iyo maal iyo arin aan sax ahayn ayuu garanay marka taas uu nabaray ninka la yiraahdo Hashim Ma'ruf kitabkiisa uu bixiyay min wahyi al-thawra al-husayniyya إسنيري لقد كان الحسين الوارث الوحيد لتلك الثورة التي فجرها جده الرسول الأعظم على الجاهلية الرعناء والعنصرية والوثنية لإنقاذ المستضعفين في الأرض من الظلم والتسلط والاستعباد مركا انت اسمي مثل مركا وانت وحوري إمام حسين رضي الله عنه وقفك كليا برقيي أما انفجاريي محوءها نوركي وأووغي ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وسميي كاسو جاهلية ده هي عنصرية ده إمي ذب كلاسو عني ماذا والثانية ده هي دين لأنت محوءها كهرتغي حسين وانك كلي انتو يسونا مودادي او كلام مري ارنتا ايادا السمييي او ولبا السمييي لينقي محوداتك مستضعفين تا الا ظلميني كوا لأدونساني كوا لغو امر كتاق ليني انت ما انو دفاع حسين واقف كاس ايو جري انت اصوحي الاتهاي انا انقاف اللان كارتو راك فربدا او مسلمين هنكو سيداري او كالاتو نكر لي ذا العلامة الشيخ أسد حيدر كتاب كيس أوبحي مع الحسين في نهضته وحوري الحسين استهان بالحياة اعتزازا بدينه وحرصا على كرامة أمته فقابلهم بعزيمة وثبات وإصرارا على مواجهة الأخطار مهما كان نوعها مركا إسأل السلاسوري حسين وحال لرخيص نقطة نفتيسي السجى يقوس كيس قرابة ديسي حسين دين تيسي أيو كشرف هو بيو دفاعي كرامتي يشرفتي أمديس أيو دفاعي وحنا كقابلي قان أذك يسقنا شو أن له له اللهين أيو كقابلي نكر لي إلى هذا محوها آية الله الشيخ محمد مهدي شمس الدين كتاب كيس أوبحي ثورة الحسين وسقول يري ثورة الحسين قدمت للإنسان المسلم أخلاقا جديدة تقول له لا تستسلم
لا تساوم على إنسانيتك، ناضي القوى الشر ما وسعك، ضح بكل شيء في سبيل مبدئك. سلاس ودتك بري بوري ودتك بري أوقفك مسلم كأه يقفك قيمها للضمير كلام أو بري لا تستسلم هاي سليبي. لا تساوم على إنسانيتك، إنسانية دادا يدد نمادا دادا إن ما الله قدعه إن لو أدون صدو إن لو شرفت اللقاء قادو إن حرية اللقاء قادو هيرن أوها أقراني ناضي القوى الشر قوة ذا إيا إسبهايسيقى الشرطة إيا أدونسيقى إيا أمد أولا بهدر وكشا قينيسا كهرتك أنت أول دادو تاه مبدأ آغا درتي نفهورت أسامي سلاسو إمام حسين وددك برين رضي الله عنه وأرضاه. هذا مركب حنسوق قادنا يجنا لو رقفوا كليته ومحوها كهذا الإمام حسين رضي الله عنه وأرضاه. ساعة وقت أسوق ابن بإذن الله تعالى. نك واحد كمدة نك اللي له هذا بوليس وهؤلاء هاي. الحالة الحسينية ليست مقتصرة على الشيعة فحسب. نكاس ولي مسلم معها إنما هل عامة وشاملة، ولهذا فإننا نجد أن ارتباط الثورة الحسينية بمبدأ مقارعة الظلم جعلها قريبة جدا من الإنسان. أنت أكو سيره وأنت وحوري حسين وحدتك بري أيا كانت دينته وعقيدته، لأنه ما دام هناك ظلم هناك ظالم ومظلوم فلا بد أن يكون هناك يزيد والحسين كمركزين أساسيين لكل من الجهتين. الله أكبر. حوري حسين رضي الله عنه ما أها الشخصية أما قف لما كنت عليه قد وناي للي هي الشيعة كلي أسكاله حتى مسلمين تسكمالها كلي وشخصية عالمية مسلمين تا كذلك مسلمين تا هين الحرية الدونية الظلم جديدا أي وحوية هاي بوري علامات أي كود ديدان هجام بوية وحويري قف كدين كستها هايستو عقيدة كستناها هايستو مر هدين اللي هلا يظالم ومظلوم قف ظالم أه أو حد ظلمني هي قفل الظلمين أيوه لبضع مربه دي جوغان وحولي هناك يزيد وحسين ماشا واحد جوغان بولي يزيد يا حسين محاجرة حسين وحول رمزي أيهي المظلومين كوال الظلمين أيوه يزيدنا وحول رمزي أيهي الظالمين كوى ظالمين تا وحولي قفك دينك استها هايستو عقيدك استها هايستو مرها الدين ماشا أجر قف ظالمة وحد قدب سمين أيوه وأمد الدنسانية وحاها ربؤة يزيد بن معاوية حدير لها القف مظلومة واللقاقر دريها وحاق الدريرة وحرية دونية وإنسانية دونية وشرف لكل ولادة دونية وحاها القف ربؤة حسين بن علي بن أبي طالب سيدة السيدة ننكن لإله هذا محوها ماربين السجنة وحولي قدم الحسين للعالم درسا في التضحية والفداء من خلال التضحية بأعز الناس لديه من خلال إثبات مظلوميته وأحقيته، وأدخل الإسلام والمسلمين إلى سجل التاريخ. كاسوسي وحولي لقد أثبت هذا الجندي الباسل في العالم الإسلامي لجميع البشر أن الظلم والجور لا دوام له، وأن صرح الظلم مهما بدر راسخا وهائلا في الظاهر إلا أنه لا يعدو أن يكون أمام الحق والحقيقة إلا كريشة في مهب الريح. إنك سأرني يا مسلم معها أقول وحوري حسين وحو عالم كبريبولي درسي إيا عشر لما إلا وانا أو نفهرد وحددك بريبولي محوها قفكو
dadnimadiisa iyo damiirkiisa iyo risaaladiisa inuu wax ugu qaalisan oo naftiisa nafta ehelkiisa uu u huro ayuu dadka baray. Wuxuu geliyey Xuseen islaamka iyo muslimiinta ilaa sijil taariikh, taariikhda meel buu ka geliyey islaamka iyo muslimiinta, magacood iyo sharaftoodana kor buu u qaaday. Wuxuu yihi ninkaasu laqad asbata hada aljundiyu albaasiru, wuxuu yihi ninkan askarigan wuxuu ka wada Xuseen ibn Caliyin haddana geesiga ah, wuxuu u sugay caalamka muslimka iyo basharka oo dhan, ummadda oo dhan adduunka kuna wuxuu u sugay anna dhulma waljawra laa dawaama lah, dhulmiga iyo xadgudubka iyo xagdaradu inaysan daa'imi doonin. Waxaa kaloo u sugay dhulmigu mahma ama si kasta ugu muuqdo inuu awood leeyahay, inuu dhidibada aastay xaqa iyo xaqiiqada markay timaado, wuxuu yidhi waa baarin ama waa caleen ay dabayli kahaynayso. Arintaas ayuu Imaam Xuseen dadka u sugay. Nin kaleeto oo mufakira oo isaguna aan muslim ahayn wuxuu yidhi low kaana alxuseynu minna lanasharnaa lahu fii kulli ardin raaya wala aqamnaa lahu fii kulli ardin minbar wala dacawna annaasa ila almasiixiyati bismi alxuseyn, hadduu wuxuu yihi Xuseen annaga naga dhalan lahaa. Wuxuu yihi meel walba calan baan uga taagi lahayn, taako walbana minbar baan uga samayn lahayn, minbar baan uga samayn lahayn, dadkana waxaan ugu yeeri lahayn, masiixiyadan ugu yeeri lahayn bismi alxuseyn. Ninka saa oranaya waa ujeedaa marka muslima waa masiixi wey. Laakiin waxaa la yaab leh, ninka noocaas ahe Imaam Xuseena radiyallahu canhu calayhi wacalaa abiihi wacalaa ummihi assalaatu wassalaam, in loo nisbeeyo koox oon koox ka dhigno waa mas'aladii ay sameeyeen reer Banu Umayya wey, iyadoo baan inadaba socoto. Ninkan kaleeto ee la yidhaahdo muxuu ahaa la oran jiray Adwaar, wuxuu yidhi wahal thama qalbun laa yakshaahu alxusnu waalalamu xiina yasmacu xadiian can karbala waxataa gayru lmuslimiina laa yasacuhum inkaaru dahaarati ruux alatii waqacat hadihi lmacraka, wuxuu yidhi nafta iyo qalbigee baan damqanaynin marka uu maqlo wixii ka dhacay Karbala. Laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah, naftee iyo qalbigee iyo qofkee baan danqanaynin oon murugoonaynin markuu maqlo wixii Karbala ka dhacay. Wuxuu yidhi xataa qofka aan muslimka ahayn, ka muslimka iska daa, laakiin qofka aan muslimka ahayn uma waasac noqonayso, yacnii ma ka suuragal aha in uu ka shakiyo ruuxdii maalinkaa meesha lagu dilay ee Xuseen iyo atbaacdiisii dadkii la socday dahaaradoodii iyo nadaafadoodii iyo xaq u daragnimadoodii. Wuxuu yidhi kama shakinayso. Ninkala taasna wuxuu yidhi alimaamu Xuseen wacusbatuhu alqaliilatu almu'mina cazamuu cala aldaraaqi xata almowt waqaataluu bibutuulatin wabasaalatin dhalla tataxadda icjaaban icjaabana wa ikbaarana cabra alquruuni xataa yowmana haada, xataa yowmina haada. Wuxuu yihi Imaam Xuseen iyo kooxdii yareedii la socotay ee atbaacdiisa, yacni isaga u ahayd askarta ama xerta ama muxuu ah ku qanacsanay risaaladiisa iyo dadkii isaga qaraabadiisa ahee la socday, waxay muujiyaan buu dhahay adkaysi, kifaax iyo dagaal iyo resistance wax la yidhaahdo ilaa ay ka dhintaan. Arrintaasuna qof walba oo akhriya taariikhdooda iyo dadnimadooda wuu la yaabaya. Maqribkii baa noo soo galaya ninkii ahaa Gandhi ee caanka ahaaye, muxuu ahaa dowladan Hindiya aabbaha u ahaa in sameeyey, waxa uu leeyahay laqad daalactu bidiqatin xayaata alimaam alxuseyn shahiida alislaam alkabiir wadaqaqtu nadra fii safaxaati karbala watadaxa lii أن الهند إذا أرادت إحراز النصر فلا بد لها من اقتفاء سيرة الحسين. الله أكبر. وحول وحن طال عدي أون أخرستي حياتي إيا النرش إيا السيرة دي إمام حسين شهيدك ويناي إسلامك آد بان أقد قدي أون أقو فكري أون أقو تدبري
oo u dhuuxay wixii ka dhacay Karbala maalinka iyada ah. Waxaana ii soo baxday Hindiya hadday doonayso inay ka adkaato Ingiriiska waa inay ku dayato siiradii dhaqankii Imaam Xuseyn. Isla isaga ayaa wuxuu leeyahay tacallamtu min alxuseyni kayfa akuunu madluuman fa antasir. Waxaan Xuseyn ka bartay, isla isaga oranaya, waxaan Xuseyn ka bartay sida aan madluum u noqdo oon haddana weliba u guuleysto. Xuseyn ba ay bare buu dhahay. Marka walaalayaal, Imaam Xuseyn calayhi wacalaa abiihi wacalaa ummihi wacalaa jaddihi asalaatu wassalaam, shakhsiyada noocaasa wey. Maxay inaga adan marka maanta? Maanta waxaad u jeedaa caalamka waxa ka socda arag. Hadda waa inagi tilmaamayna marka la helo qof daalima Yaziid baa la xusuusan. Waxaan ka hadlaynaa dad minority ah oo la yidhaahdo Rohingya oo la laynayo. Dadkaas waa madluumiin, waxay taagan yihiin makaanadii Imaam Xuseyn oo kaleeto. Kuwa ku xadgudbayaana waxay taagan yihiin makaanadii Yaziid oo kaleeto. Yaman waxa ka dhacaya waa nafsa shay, waa daalim iyo madluum, waa Yaziid iyo Xuseyn weeyaan. Waxa Suuriya ka dhacaya waa nafsa shay, ciddaa dooni ahow, magacaa dooni sheego. Haddaad leedahay waxaana atbaaca Xuseyn ibn Caliyin oo dadka dulminayso beenaala tahay, beenaala tahay. Qof walba oo dadka dulmiya, mahma kaana daa'ifatu, oo dulmi xaqdarro ah dadka inuu addoonsado doona, wuxuu u wataa dhaqankii Yaziid. Qof walba oo dulmiga diidan, oo xadgudubka diidan, oo xorriyad raadinaya, oo insaaniyad raadinayana, wuxuu wataa uu doonaya oo uu mathal u yahay Imaam Xuseyn. Soo marka ma fiicna inaynu darsiga wax badan ka baranno, inaguna aynu isweydiino dulmiga xumaanta uu leeyahay. Waxaan isleahay umma muslima markay u gargaari weyday Imaam Xuseyn wixii ka dhacay muddo yar gudaheed aan ognahay oo Makiya Madiine laga sameeyey, laga bilaabo maalinka ilaa iyo maantana, mar walba daalim ummadda addoonsada iyo koox wadaadaha u sacabiya ayaynu mar walba aynu u nahay daxiyo. Waxaan isweydiinayaa kuwa maanta jooga ee weliba dhulka xorta ah ee galbeedka jooga ee Yaziid ammaanaya, ee Yaziid ammaanaya. Xaqiiqatan waxaa la isweydiiyo weeyaan, muxuu ku ammaano geystay Yaziid? Muxuu wanaag uu sameeyey Yaziid? Waa wax la yaab leh. Haddaadba tiraahdaan Yaziid wanaag buu sameeyey, Ibliisna wanaag buu sameeyey ogaada hadda marka, oo ayaan darro wey. Marka billaahi calaykum, الظلم هو الظلم والظالم هو الظالم والمظلوم هو المظلوم. قفك ظالمك هو ظالم. دينتي دوني هشاكتو كوحدو دوني هكسو جيدو ضعيفو دوني مدوك دوني هايستو. قفك مظلومك الغير دريا هنا هو مظلوم ويا. وحاسك لاتو إن إمام حسين سيرة ديسي يا أخلاق ديسي يا حبرقن كيسي يا تضحية ديسي لأنه قد يأيني كو حلادة هاي. وقفك إمام حسين كهاللبا aan shaati kale aan dusha ka saarno waa taariikhdii ay noo sameeyey reer Banu Umayya weeyaan. Maxaa jira ninkii adkaaday ee intuu Imaam Xuseyn dilay oo gowracay madaxii sii qaatay isagii dadkii la socday ayaa taariikhda inoo sameeyey. Isagaa marka inooga dhigay Imaam Xuseyn xukun buu doonayay. Marka labadna xukun doonaysay, hadda kii awoodda badnaaba adkaaday, saasaa la inooga dhigay. Walcagsu qadiyadu sidaa maaha, oo xaqiiqadu sidaa way ka duwan tahay. Sidaa darteed waxaan rabnaa Xuseyn waa ramzu lilinsaaniya, calaamad buu insaaniyadda u yahay, calaamad buu xorriyadda u yahay, calaamad buu cadliga u yahay, calaamad buu dhulm ayuu madluumiyadda iyo diidada dhulmiga u yahay, iyo qoyskii nabiguba sallallahu calayhi wasalam, iyo dadka maalinka meesha lagu laayay, dadka maalinka meesha lagu laayay ee xasuuqa. Sidaa darteed waxaan isfaraynaa inaynu baranno taariikhdooda. Waxaan rabaa marka inaan idinku idhaahdo kutubtan inaad akhrisataan balo kitaabka waxaa qoray Cabaas Maxamuud Caqaad. Waxaa la yidhaahdaa Abu Shuhadaa Alxuseyn ibnu Caliyin. Abu Shuhadaa Alxuseyn ibnu Caliyin waa cabqarigii in fara badan wax qoray weeyaan. Kitaabkan waxaa qoray qolay Abnaau Rasuuli fii Karbala. Maxaa jira maalinka wax la laayay oo la dilay? Xuseyn keliya ma ah, caruurtii nabiga la xasuuqay. Markaasaa waxaa taariikhda in badan dhacday sidii uu yiri Jacfar Saadiq. وحو يري الناس في محمد آمنون ونحن في محمد خائفون. وجعفر الصادق وي
ومن سلالة علي وفاطمة وقسك النبي صلى الله عليه وسلم مركزها وحولي دتك وحيكون بتجليا إن النبي محمد خميسينه النبوة وحن نلو الدليا ونكون بتجلي لا أنا يعني عرفت إني محمد نهى جعفر صادق كمالك هذا كلا لاي أمر الدليل حسين وحوه جانكي لكن كلي ما هاي وحو قري خالد محمد خالد كتاب كان وأبحي أبناء الرسول في كربلاء قضية الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه في روعة ثباتهم وجلال تضحيتهم وعظمة ولائهم للحق كتاب كاسمر كيساقونا إلى بالأخردين أو أخردان يعني كتب كانوا فرع بذل يعني وحاكم إذا كربلاء الثورة والمآساة يا كم إذا وحاكم إذا وكاليته كربلاء ثورة لا تنتهي هي كتب كلوف ربنا والله قري إمام حسين حتى واحد آخر ذا كتب التاريخ تاريخ ذوين البداية والنهاية ابن جرير الطبري تاريخ الأمم والملوك ابن عساكر تاريخ دمشق الذهبي سير أعلام النبلاء البلاذري تاريخ محوها النصائب والأشراف الكامل لابن أثير العقل الفريد لابن عبد ربه هي كتب تفرح بدل إكاه الله يسا وقعينك بالآخر أيقنا إن شاء الله تعالى قارهان دادك أورني الدعاء بأنهاي إيوة ذا داد أهو وحاوخ دردارا كيبو يهي ما أنت إيشالا يوحان أركي وقويارهان بأن أمالايني يهدينا كب كل الأوين وحكونا لو بقلال فريموت والله يسود رأيو والله قاهد ليو عاشورا إن لصومو مع صون كذا مصنع إيا ما هي مران كذا ما لقد نقبل لكن ورعاشورا وحي دعاي اللوغة يستيقوز كي النبي صلى الله عليه وسلم إيا الظلمي إيا ظالمين تك هذا الكودة سو كما قيمة بدنا صون صنع صون صنع وحكي قيمة بدن ظلمي الله قهر تقول صون صنع وحكي قيمة بدن ظالمين تقول قهر تقول صون صنع وحكي قيمة بدن ذاتك مظلومين تا اللي يقرد ريه اللوغة رقارو بركو حانو بهانا هاي إنه أقر قارنو حقه مظلومين اللي يقرد ريه قرب استاقنو ظالم كنا أن دهنو لا أنت إنه كل ما إنه كلمة كلاته وحاني كيفية تقيا سدائي النبت قليو بعد ما هتسنتهين جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.